احنا كنتواجدوا الان في منصة الشباب اللي تم الاحداث نتاعها في اطار البرنامج الثالث من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، واللي تحدث على مستوى اقليم او سرد من خلال منصتين، منصة قائمة بمركز بيرقندوز باقليم او سرد، وملحقة للمنصة باقليم وادي الذهب بالنسبة للساكنة او سرد مقيمة بوادي الذهب واللي كنتواجدوا فيها الان. المنصة كتوفر مجموعة ديال الفضاءات للشباب الباحثين عن العمل والشباب الباحثين عن التكوين، وكذلك الشباب حاملي المشاريع المديرة للدخل، واللي كتنتج في إطار برنامج تحسين الدخل الاقتصادي والاجتماعي للشباب، وكتوفر فضاء للاستباع والاستقبال وفضاء للتوجيه، وكذلك فضاء لمواكبة المشاريع التي سيتم انتقاؤها في هذه المرحلة ديال 2020. في هذا الاطار المنصه استقبلت مجموعه ديال 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 الشباب اللي منقسمين على مجموعه ديال القطاعات ذوي افكار، وحاول كنحاول ما امكن من خلال المنصه اننا نبلوروا الفكره ديال المشروع لدى الشباب، ونخرجوا المشروع الى 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 حيز الوجود من خلال مجموعه ديال التكوينات اللي مسطره في هذا البرنامج، ومن خلال واحد اللجنه ديال التتبع ديال المشاريع اللي غتكون قائمه على المشاريع التي سيتم انتقاؤها في الموسم 2020. طريقه اشتغالنا هي فيها واحد النوع من البساطه والقرب للشباب، بحكم انه عاد ضروري ومن توصيات اننا نسهلوا من المساطر الاداريه المتبعه خاصه في هذا النوع من البرامج. البروسيدور اون جينيرال هون هو انه المستفيد اللي كيعود باحث عن عمل ولا باحث عن تمويل المشروع ولا باحث عن تكوين، يعني هذا البرنامج الثالث في المبادره الوطنيه للتنميه البشريه عاد عنده توجه شمولي الى قدينا نقولوا. فالطريقه يعني كتعود بسيطه، اللي هي كيتخطى المستفيد عند الاستماع اولا، الاستقبال اولا، تؤخذ منه بعض المعلومات، عقب يتخطى الاستماع باش كنزيدو نتعمقوا في التوجه ديال هذا المستفيد وشنو المبتغى ديالو من 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 المنصه، واخر شيء اللي هي المصلحه ديال لوريونطاسيون ولا ديال التكوين، فاش كنحاولوا اننا نوجهوا الافكار ولا فكره المشروع ولا فكره التكوين ديال المستفيد، لانها تعود نبلوروها بواحد الطريقه اللي كتبين الاحتياجات اللي كتراعي الاحتياجات ديالو، في نفس الوقت تراعي التوجهات ديالنا حنا. اطار البرنامج الثالث اللي هو تحسين الدخل والادماج الاقتصادي للشباب بالمبادره الوطنيه للتنميه البشريه في مرحلتها الثالثه، احداث منصتين للشباب، الاولى متواجده ببيرقندوز والثانيه الملحقه ديالتها متواجده بمدينه الداخله اللي حنا كنتواجدوا فيها دابا. هاد المنصتين تتسيرهم جمعيه الصداقه المغربيه للتنميه اللي غادي تساهم انها تستقبل وتستمع للشباب وتواكبهم وتوجههم لإحداث فرص الشغل وإحداث مشاريع ومقاولات صغرى. من بعد ما غادي توجههم غادي تواكبهم المؤسسة المغربية للبحث والابتكار في العلوم والهندسة اللي غادي يدير لهم واحد المواكبتين، المواكبة القبلية والمواكبة البعدية. من بعد هاد المرحلة غادي تختاروا المشاريع اللي غادي تم المصادقة عليهم من طرف اللجنة الإقليمية للتنمية الاقتصادية واللجنة الإقليمية للتنمية البشرية، واللي من بعد غادي يكون واحد المواكبة بعدية من إحداث المشروع. احنا اليوم جينا لهاد المنصة ديال الشباب باش نتقربوا من الخدمات اللي كتقدم، وكذلك باش نحاولوا نغيروا الصوره النمطيه اللي كاينه عند الاشخاص المعاقين، على اساس انهم كيعتمدوا على الريع، ولكن هما يمكن يكونوا كحاملي مشاريع اللي ساهموا بدورهم في التنميه الاقتصاديه ديال الجهه. صراحه تفاجئنا بمجرد الحضور ديالنا، لان لقيناهم مهيئين فضاء خاص بالفئه ذوي الاحتياجات الخاصه،
في الطبق السفلي، فعوض فاش الناس يطلعوا عندهم لانهم ما كاين في الطبق الثاني او الثالث، هما كينزلوا عندهم من التحت. دونك هذا حاجه كتفرح القلب لانهم فكروا في الولوجيات وفكروا في هذه الفئه هذه. ما تنساش تابونا في لاشين وتاكد بالجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هاد بريس.